اكتر حاجة بتواجهنا لما بيجينا مريض عاوز يعمل ازالة شعر بالليزر، هل الجلسة هتكون فعالة ولا لا، وهل الجلسة هتكون امنة ولا لا، وخصوصا لو البشرة غامقة او الشعر خفيف. لكن لما بيكون عندنا جهاز فيه 2 طول موجي، واحد للشعر الخفيف والبشرة الغامقة، وواحد للبشرة الفاتحة والشعر السميك، ما بيكونش عندنا المشكلة دي خالص. عشان كده انا معاكم دكتورة دينا الديب، اخصائية الجلدية والليزر مركز ارتير في البحرين، عشان هكلمكم عن افضل اجهزة الليزر في العالم، وهو جهاز دويتو. جهاز دويتو فيه 2 طول موجي، واحد للشعر الخفيف والبشرة الغامقة، وواحد للشعر السميك والبشرة الفاتحة. مش بس كده، ده ممكن يطلع النبضتين في وقت واحد عشان يديني فعالية تامة لإزالة الشعر، وفي نفس الوقت امان تام للبشرة. وشكرا ليكم، وفي انتظاركم ان شاء الله.